معنا واحد من المدربين الكبار في القارة الأفريقية وهو وطننا العربي، واحد من الأسماء الكبيرة دربه عدد كبير من الفرق والمنتخبات، شيكي إيفان هاشيك المدير الفني لمنتخب لبنان. يا فندم صباح الخير، مشرفني ومنورني. أهلا، مساء الخير، يسعدني جدا أن أتواجد معك. المنتخب اللبناني حاول في هذه البطولة، قدم مباريات فيها ندية كبيرة مع كثير من المنتخبات اللي واجهها، تقييمك لهذه البطولة بشكل عام وبالتأكيد تقييمك للمستوى الذي ظهر به المنتخب اللبناني في هذه البطولة. تعلم بالنسبة للفرق الأوروبية، الفرق العربية، يجب أن يكون هناك الكثير من الإعداد للتأكد من المؤهلات الخاصة بالبطولة. حاولنا أن نصل للتصفيات النهائية، ولكن كانت هناك بعض الصعوبات، ثم لعبنا مع الجزائر ومع السودان، وكان هذا إعداد جيد لفريقنا، وهناك لدينا الكثير من اللاعبين اللي هم من صغار السن ولديهم إمكانيات جيدة، وكان هذا إعدادا جيدا بالنسبة لفريقنا، وسوف يكون لدينا أداء أفضل في يناير وفي مارس لهذا الفريق في مواجهتنا مع جنوب كوريا الجنوبية ومع إيران. منتخب لبنان ظهر بشكل قوي جدا قدام المنتخب المصري، وأيضا ظهر بشكل أيضا قوي جدا قدام المنتخب الجزائري. أي مواجهة كانت أقوى بالنسبة للمنتخب اللبناني من وجهة نظرك؟ كان هناك اختلافا بين الفريق المصري والفريق الجزائري. الفريق المصري كان أكثر تنظيما وكان يتحرك بشكل سريع مع الكرة، وكان الدفاع أيضا أداء سريع وأكثر تنظيما. كان من الصعب أن اختراق الدفاعات المصرية، وكان لديهم قدرة كبيرة على سيطرة الملعب. أما الفريق الجزائري فكان لديه لاعبين أكثر إبداعا، ولكن حاولوا أن يؤدوا بشكل جيد، ولكننا خسرنا المباراة بسبب ضربة جزاء، ولكن بالنسبة لنا كان هذا إعدادا جيد بالنسبة لنا، ولكنها كانت مواجهات صعبة. على ضوء مشاهدتك لكل منتخبات البطولة تحديدا المنتخب المصري والمنتخب الجزائري ومعهم المنتخب القطري والمنتخب التونسي، شايف مين الأقرب لهذه البطولة على ضوء رؤيتك الفنية لكل المنتخبات؟ تحدثت قبل بداية البطولة أن الفريق الأكبر والأقوى بالنسبة لي، الفرق الأقوى هي الفريق الجزائري والفريق المصري، وهنا ولدينا الآن الفريق التونسي وهو فريق كبير جدا وهو فريق قوي جدا، وسوف يبدأ في مباراة كبيرة غدا. بالنسبة لي الفريق المفضل هو الفريق المصري، ولكن الفريق التونسي أيضا لديه دافعية كبيرة جدا وهو فريق كبير. أسألك، كونك واحد من المدربين الكبار في المنطقة العربية والأفريقية ولك باع طويل، عن رأيك في محمد صلاح وترتيبه بين الأفضل في العالم حاليا؟ محمد صلاح هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وبالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم، ولكن تعلم أن تكون أفضل لاعب في أفضل دوري فإن هذا يعني أنك أفضل لاعب في العالم أيضا. هل اخترت محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم في جائزة الفيفا ذا بيست هذا العام؟ نعم، اخترت محمد صلاح كأفضل لاعب. اخترته رقم واحد. نعم، رقم واحد. نعم.
تشيكي إيفان هاشك المدير الفني للمنتخب اللبناني، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة.